مساء الخير. بأيار بتغني البلابل على الأشجار، هيك بيقول المثل. تمكن فريق من العلماء الكيميائيين بجامعة كولورادو بالولايات المتحدة الأمريكية من ابتكار نوع جديد من مادة البلاستيك يمكن إعادة تدويرها بلا حدود، وإعادة التدوير بتحصل بدون إضافة مواد كيميائية سامة، ومن المحتمل طرحها صناعياً بالأسواق قريباً. بالعودة لطقسنا، ما زال الحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير منخفض جوي عم بيؤدي إلى طقس متقلب وممطر ومستمر لبعد ظهر بكرة الأربعاء. الحرارة معتدلة على الساحل ومنخفضة على الجبال خلال الليل، الرطوبة مرتفعة والبحر متوسط الموج حرارة 123 درجة. الليلة طقسنا رح يكون غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة غزيرة أحياناً مصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة، احتمال تساقط ثلوج على الجبال اللي بتعلى عن 2400 متر وما فوق، مع تكون ضباب كثيف على المرتفعات القريبة للساحل. لبكرة الأربعاء طقسنا غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة ببعض المناطق ورياح ناشطة أحياناً. بيبدأ الطقس بالتحسن تدريجياً اعتباراً من المساء. نسبة تساقط الأمطار بزحلة من أيلول حتى اليوم 460 ملمتر، السنة الماضية 557 ملمتر، والمعدل العام السنوي 577 ملمتر. نبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل: 16 على المرتفعات 11، بالبقعة 8 والأرز 5. وجولة تانية على درجات الحرارة اللي رح تسجل لبكرة ببعض المناطق اللبنانية: 22 ببينو، 24 باب التباني و12 بالأرز، أما العقورة ف 14 و 12 فقرة، بيت ميري 22 وبعبدة 24، عين عطا 17 والخيام 20. أما الرطوبة فبتتراوح بين 60 و 85%، حرارة سطح الماء 23 درجة، وسرعة الرياح بين 20 و 40 كيلومتر بالساعة، رياح جنوبية غربية ناشطة أحيانا. أما كيف رح يكون طقسنا لبكرة واليومين اللي جايين؟ ف 16 24، الخميس 18 29، والجمعة 17 26 أقصاها. وهلأ منبقى بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية، ورح نبدأ مشوارنا تحديداً من الجزائر 18، الرباط 21، لندن 25. وهيدا كان كل شيء. باي.